بامم اسيا ورؤيتك للنسخه دي من كاس امم الاسيويه وشكل المنتخبات العربيه في النسخه دي من البطوله. طبعا هي في نجاح كبير للمنتخبات العربيه في البطوله دي، عندنا اثنين عرب في السيمي فاينال، منتخب الاردن ومنتخب قطر. كنا ممكن نشوف السعوديه كمان بتلعب الاردن لولا خروجها بركلات الترجيح وفلسطين امام طلعت كوريا في دور الجنوبيه 16 في وقت سابق. وفلسطين طبعا لا في تالق عربي كبير على عكس بطوله افريقيا اللي ما فيهاش ولا فريق عربي في السيمي فاينال ولا في دور الثمانيه حتى. لكن لا المنتخب الاردني الحقيقه يعني فكرنا بانجازات كابتن محمود الجوهري، هو طبعا يعني يمكن من صناع النهضه في الكره الاردنيه، بعديه كابتن حسام حسن كمان باعتراف وصل منهم كمان. على فكره، يعني باعتراف طبعا نفسهم طبعا يعني هو هناك، حافظين الجميل ده الكابتن جوهر هو الحقيقه. هناك كابتن جوهري ليجند بالنسبه للاردن، يعني هو بيتضرب بيه المثل هناك، فان عموته عمل الانجاز ده فقالوا ان هو يعني مش على خطى كابتن محمود الجوهري، لا انجاز كبير طبعا، واثبت انه مدرب كبير كمان عموته ان هو يقدر يوصل بمنتخب الاردن لاول مره للسيمي فاينال، وعنده فرصه ان هو يوصل لاول مره في تاريخهم للفاينال. منتخب كوريا شفناه امام منتخب السعوديه، يعني منتخب سريع زياده عن اللزوم، يعني بيلعبوا بسرعات بينقلوا الكره بسرعه بشكل غريب، الهجمات المرتده بيعملوها بسرعه جدا، فاعتقد ان المنتخب الاردني لازم يخلي باله في الماتش ده ان هو يبدا المباراه وهو بيدافع ما يسيبش مساحات، لانه لو ساب مساحات خلاص يعني المنتخب الكوري هيكون عنده طبعا فرصه كبيره جدا ان هو يعاقب المنتخب الاردني. لكن ماتش قطر وايران اعتقد برضو الفرصه اكبر للمنتخب القطري، انه بيلعب بدعم كبير جماهيري كبير جدا، بيلعب في الارض المفضله ليه، وبالتالي شفنا كمان منتخب ايران بيتقال بركلات الترجيح اكتر من مره، فبرضو مش هو الفريق اللي يخوف. فاعتقد ان ممكن يعني اتمنى كمان ان احنا نشوف نهائي عربي بين قطر وبين الاردن ان شاء الله. صحيح كان في واقعه كده يعني ناس كتير وقفت عندها وكانت غريبه، يعني فكره ان المدير الفني المنتخب الاردني حصل يعني مش مجرد شجرة خلاف كده واختلاف في الرؤى ووجهات النظر بينه وبين واحد وصل من اللعيبه لضرب البدلاء يعني بالظبط كده، الموضوع خد بعد غريبة تاني خالص. شوية، يعني بنشوف حاجات زي دي في الكورة، يعني شفناها كتير قبل كده حتى في لا بس أوروبا دي تحديدا قلما نشوف حاجات مشابهة، يعني يعني الشكل ده والتفصيلة دي متهيأليش انها اتكررت كتير، لا هي طبعا ممكن واقعة تشوف غريبة مشادات لكن مش تبادل لكمات وحاجات. لا طبعا غريبة، يعني كنا ممكن نشوفها قبل كده على فكرة في مصر، يعني في 2006 ميدو وكابتن حسن شحاتة كان ممكن ماشي عشان الموضوع كده قلت يوصل لك هي لكده مشادة. لولا تدخل ساعتها حسام حسن، يعني حسام حسن اللي فصل ما بينهم، لكن الفكرة هنا ان ما كانش في حد فصل ما بينهم. طبعا كان مشهد مؤسف، لكن يعني دي حاجات بتحصل في الكورة كتير، يعني ممكن ما تكونش في الماتشات اللي في بس التوب ممكن ليفل. يبقى لها انعكاسات بقى في اوضه اللبس وفي نفسيه اللاعبين الى اخره. طبعا هي أزمة كبيرة، أزمة كبيرة وتهز ثقة الناس في الاثنين اللي بيتخانقوا سواء المدرب أو سواء اللاعب، الناس بتبتدي تشوف ده هيكون رد فعله إيه، ده هيكون رد فعله إزاي، فالموضوع طبعا بيعمل أزمة كبيرة، لكن يعني أعتقد إنها عدت، يعني مش هتكمل في مشكلة كبيرة بالنسبة لهم.